لو حكم كافر هل اقول لك كافر ولا رئيس كافر؟ قل له حتى لو حكم كافر وبمقاومته صير الدماء ما بدك تطيع. ترجيني كلمة لا صلي صدق مرايس قال لا قالكن لا تحجوا نساكم قالكن كله ربا قالكن كله حرام قالكن ازنوا قالكن شرب خمور يا كذابين أكثر اللي عم يطلعوا في 190 ما في منه واحد صار ما في منه الواحد إلا بيأكل حرام. حدا عم يقولكن شيل العمامة من راسك؟ حدا عم يقولك احلق لحيتك؟ حدا عم يقولك لا صلي؟ حدا عم يقولك لا تدخل الجمعة؟ حدا عم يقولك قصر لحيتك؟ حدا عم يقولك فالامور ماي بهالسرعه ماي يعني الخفه نروح نتسارع مع ناس نضرب لناس نتشاور مع ناس نسهر مع ناس ياخذونا يجيبونا لطول بالك هذا طول بالك ومو الظن يعني الناس اليوم ظني انه هالازمه انه ما لها حل الا الشيء اللي عم يساوي الفقهاء حطوا لكل شيء حل. ايه عشان نحكي لك كلمه تدمر مؤسستنا واولادنا وابنائنا طلاب العلم كلهم شحشطوا بالسجون والمعتقلات مشان ايش؟ مشان ميشيل كيلو عادل ايش اسمه هذا؟ حرم الفقهاء في مثل هذه الحاله اغبياء وحرموا اي حتى اي كلمه ضد الحكم اذا ادت الى اساءه الامام اذا ادت وهذا اليوم اللي عم يصير سيؤدي شيء يقيني او شيء ظني أو شيء ظني كل ما عم نسمع يوميا 40 و50 هذا العمل اللي نسمعه ما خفي هو أعظم. فالفقهاء حرموا أي خروج على الحاكم ولو بكلمة إذا كان في إيصال الدماء ما في إيصال الدماء ما أنا حكيت معه كلام ما خوطب رئيس في العالم كل ما نخطب قلت له غطي مكتك يعني إيش معلوم قلت له اتقي الله قدامك غيرك لا تبكي المسؤول عن خطر كل خطر الدم تسيل في هذا البلد انت المسؤول عن الاعلام انت المسؤول عن الدعاره والفساد اللي عم يصير عن اكل الربا عن الفوائد عن كل شيء حكيته بس استجاب ايش معنى ليش شرط يستجيب اذا استجاب شرط قال الرسول اعظم كلمه مو قال كلمه حق عند سلطان جائر استجاب ام لم يستجب ادينا الواجب هذا الواجب إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. أنت تابع لأين مؤسسة لأين مؤسسة أنا راسك أنا حكيت باسم كوكيليا بيعرفه قال له إيش تصوير كلام قال له بعض وبسمع فيه قال له بعض وبسمع فيه أنا عم بحكي باسم كوكيليا باسم الكيكاوي حكيت عن المنبر حكيت معه الخروج إلى الشارع هذا لا يجوز يعرضني ويعرضكم ويعرض المدرسة ويعرض الأمم وشعوب في هذا البلد. أنا لا لي في حماة ولا لي في إدلب ولا لي في حمص ولا لي في درعا هدول بزودوا وهدول بنقصوا بردوا هدول بزودوا هالطرف بنقص هذا بكتب هذا بكتب أكثر منه وهذا بقول له أنت كذاب هذا بقول له أنت لا أنت الكذاب لين هنا نستطيع ما نستطيع حدا لا هاد ولا هاد الشباب اللي بيجيب منه ريح فلهم سيحزن له استيعاب أنا اسمي طالب علم في من تكلم وفي من عبده الطبقة وخاب به البعض وسقط الطلب عن الله إذا حدا سألك قل له في علماء حسموا القضية وقالوا في مثل هذه الفتن ندفع إلى الله نتضرع إليه عودوا إلى دينكم بارح على المنبر على المنبر أنا حكيت بارح كل هذه الدماء التي تسيل هنا وهناك هذه الدماء تقول لنا أن نرجع إلى أهل رسول الله أن نرجع إلى الله بالإنابة ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتظاهرون لعلهم يتضرعون فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم
نحن نمشي على بصيرة، لأننا مشينا على عماها. لا أظن أنه والله نحن مشان كذا ومش لا لا مشان كذا ولا شيء. الشرع إيش بأمرنا نحن عم نمشي وراء الشرع، ولا طلع قال فلان وقال علان. ابني والله ما في دين غير هون، عم بقسم لكم يمين، الناس ما يشم ريحة الإسلام. ابني ما تمانيش، الناس كلها صارت علماء وفاتي، صار هن يفتوك فضلوا وأضلوا. يعني الحكم الشرعي، الحكم الشرعي فيما نفعله فيما نقرره، ديروا بالكم انتم سعكم أغراض بقلكم بصريح العبارة. انت ما بتعرف، خلي عاطل تعرف، اسأل الجرد، اسأل الجرد، اسأل من هو أعلم منك، من هو أفضل منك، من هو أدرى منك. انتوا أساتذتكم لا يشتمون على ضلال. التلبوية سفينة ما ممكن إن سفينة تغرق أبدا، من زمان وهي قائدة ورائدة. نحن ما بنصلنا، قالوا جبال، قالوا خافوا، قالوا ما حكوا، قالوا كذا، عدنان عرعور وعدنان بعرور وعدنان شحرور. نحن ما بنصلنا على حدا، ما حدا بيقودنا، نحن بنقود العالم، الناس ما بتقودنا، نحن بنقود، ما هم اللي بيقودنا، بيقودونا. أنا اللي بقودك، أنا اللي بعلمك. ما لنا علاقة نحن، في مين يطبخ الطبخة؟ ليش أنا أحرر إصبعتي؟ هلا إذا في طباخين تحت، زي هلا نقول لك هذا الطالب قول له بدي أطبخ، ابني في طباخ وفي طباخين، أنت إذا بدك تطبخ ما بطلع معك، طباخين موجودين، لا تحرر أصابعك، لا حد يشوش عليك وفكركم، ولا حد ياخذ بإيدكم كلمة تاخذك، أنت السفينة وين ماشي؟ امشي معه. ركاب في السفينة، السفينة اللي انت فيها ركاب فيها، هي ما بتمشي على ضلال، وهي محفوظة، وهي في رعاية الله وفي رعاية رسوله. ديروا بالك واحد يأخذكم ذات اليمين وذات الشمال، قل له أنا ماني خفيف، وين السفينة بتمشي أنا بمشي معه. إن شفتوا السفينة عوجة هذاك الوقت لا تركبوا فيها، السفينة ماشي وستمشي وستظل تمشي.